نروح مع حضراتكم ل يعني حته تانية الحقيقه، يعني مش بعيده عن اللي كنا بنتكلم فيه. موضوع المواهب والاهتمام بالمواهب والاهتمام بالمبدعين شيء مهم جدا جدا جدا، لانه علشان نشوف نجوم لازم يعني ندور كده على المواهب، ندور عليها في كل حته في مصر، في كل محافظات مصر. برنامج التاسعه عمل نجوم التاسعه علشان يكتشف المواهب دي موجوده فين، علشان نسمع ونشوف ونقرا اكتر. كل اللي عنده موهبه في الشعر، في القصه القصيره، موهبه في الغنى، واحنا عندنا يعني مغنيين كتير دايما بنشوف حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بيكونوا يعني كلهم حماس انهم يشاركونا موهبتهم، واحنا بنقعد نسمع ونشوف الفيديوهات. احنا في برنامج التاسعه عندنا حد اخر الشهر ده بس، يعني المسابقه هتخلص مع نهايه الشهر، بنتكلم في ايام يعني، فيا دوب اللي لسه ما بعتش يلحق يبعت على صفحه برنامج التاسعه وكمان صفحه القناه الاولى. كل المواهب الخاصه بحضراتكم هيكون في لجنه تقيم هذه المواهب بعد نهايه هذا الشهر، ويكون بقى نبتدي بقى المنافسه الحقيقيه ونشوف المواهب ايه اللي حصل فيها، ونشوف. اعتقد المنافسه هتكون قوية وهتكون كمان ممتعة للناس كلها، ان احنا نشوف مبدعين باعمار مختلفة في حتت مختلفة، ده شيء مهم جدا. فمتحمسين الصراحة لحد اخر الشهر ان احنا نشوف بقى بداية المنافسات هتكون عاملة ازاي. لجنة طبعا من المختصين هي اللي هتكون قائمة على هذه المسابقة، ان شاء الله تستمتعوا جميعا معانا بنجوم التاسعة. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي نشوف برومو نجوم التاسعة ونرجع بعد كده لحضراتكم. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة، ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك على قناة مصر الأولى.